استعد لجولة في الأسواق المتقلبة الأسعار. ما هي السوق المتقلبة الأسعار؟ إنها سوق تشهد الكثير من التقلبات السعرية، ولذا يصعب التنبؤ بما تحمله من مفاجآت. إنها أشبه بالأفعوانية التي تهبط وتصعد مرات عديدة. ما الذي يسبب تقلبات الأسعار؟ هناك العديد من العوامل التي تساهم في ذلك، مثل التغيرات الاقتصادية والأحداث السياسية والتقلبات المناخية وغيرها. لكي يحقق المتداولون النجاح رغم هذه التقلبات، يتوجب عليهم أن يبقوا على اطلاع دائم على الأحداث التي قد تؤثر على استثماراتهم. لكي تتعرف أكثر على عالم التداول، شاهد المقطع التالي.